إخوان، أولاً السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبتدئ هذه اللقاء أو الندوة الصحفية. الهدف ديالنا أولاً بعد الاجتماعات المتسلسلة لأعضاء المكتب أو اللجنة المكلفة بتصرف الأعمال الجارية، ما كانش عندنا الوقت باش نتواصلوا مع الرأي العام، وما كانش عندنا الوقت باش نتواصلوا مع وسائل الإعلام لا المحلية ولا الوطنية، وهذا راجع لضيق الوقت. كان اهتمامات أولية واهتمامات كبرى كان خصهم ولا بد نقوموا بها ونعرفوا راسنا فين وصلنا فيها، واش نجحنا في شيء أو أشياء. إذا باش نجيو في الآخر عاد نبلغوا الرأي العام شنو النتائج اللي حققنا. كيف كيعلم الجميع، تم انتخاب هذه اللجنة يوم 19 فبراير. إذن 19 فبراير يلا الليلة ديال هذا الوقت. يناير 19 يناير. كان الوقت قدام تامين، عنده واحد القيمة كبيرة. يعني 19 وال 20 بدينا الصباح. نهار 20 عندنا كان قدامنا 10 أيام، إما يمكن نوضعوا الفريق في الطريق الصحيح أو يكون الوقت مشى علينا، لأن آخر أجل الانتدابات والجلب اللاعبين كان هو 31 في الشهر، دونك 10 أيام، 10 أيام قليلة قدام أي مكتب ولو يكون مستقر وشد بلاصتو لمدة طويلة، 10 أيام كنظن قليلة. إذا ما كانش عندنا الوقت باش نتواصل مع الإخوان ونقول له شنو درنا وشنو ما درناش، مشينا لما هو أهم حيدنا علينا، والآن حنا في واحد المرحلة اللي يمكننا نهضرو، يمكننا نتكلمو، يمكننا يسولونا الناس اش درنا اش خلينا واش درتو هادي واش درتو هادي، حنا مستعدين لكاع الأجوبة. ولكن قبل ما نعقل نفتح الفرصة للإخوان باش يسولونا على الوضع العام ديال الفريق، بغي نقول لكم شنو الأشياء اللي قمنا بها في الفترة هادي بتسلسل. أولا اللجنة تكون واحد مجموعة ديال الفعاليات ديال أبناء سالة، وهاد أبناء سالة كاين اللي منهم اللي كان في السير السابق وكاين اللي أول مرة. اللي مهم هاد الناس هادو كلهم حنا حاولنا نختارو بواحد التوافق بواحد الأسماء اللي عندها واحد الصيت طيب واللي عندها كفاءة في الميدان واللي يمكن لها تعاون ودير الإضافة الطيبة للنادي، فهما أسماء معروفة. تي حضرني الان اللي متواجدين معايا الدكتور حمدون، الدكتور خالد بيحيى، سعيد العقدان، سعيد بولاجور، صديق شماعو، اسامه العلوي، امين نجار، عمر طوهريا، نبيل وعشي، اللي يلتحق بينا هذاك عضو نشيط هو معنا، عبد المجيد الرئيس اللي الله يشافيه شويه عنده اصابه نزله برد، كنتمنوا له الشفاء بهذه المناسبه. شكون؟ الصديق الزرق كذلك سينا، ولكن هو غيب الاجتماع الاخر دونك سينا. اذا هذه الاسماء كلها متعارف عليها، عندها انطباع طيب مع الناس، ما كاينش المشاكل، حاولنا في هذا المنطق الاختيارات الاوليه تكون. اللي مهم في العملية شنو ماذا قمنا به وماذا ننوي القيام به، واللي هو خصو يكون محط التساؤلات باش نبينو الرأي العام. إذا نطرقو ثلاثة الجوانب اللي ميدخلناش نلقينا، كاين الجانب الإداري، كاين الجانب المالي، والجانب التقني، هما اللي مهمين خصنا نهضرو عليهم. شنو لقينا وشنو غيرنا للآن وشنو منتظرنا؟ بالنسبه للجانب المالي لقينا الوضعيه انها زعما صراحه صعيبه شويه بزاف، لان لقينا الاخوان اللاعبين والاداريين والتقنيين كلهم تقريبا كيتسالوا واحد 3 أشهر. وقبل ما تكون هذه اللجنه كنا في تواصل كنا درنا واحد اللجنه على مستوى مجلس العمل ومجلس الجماعه، وكنا في تواصل ما بعد ما تبقى من المكتب واحد الاخوان اللي صمدوا وبقاو شادين المشعل، واللي كنا كنتواصلوا معهم فترة قبل الانتخابات، وكون ما كانش داك التواصل واحد المدة واحد ديالو 15 يوم كون الجمعية السنوية ما تبقاش. دوك الإخوان أداو واحد الخدمات جليلة، وحنا تعاوننا معاهم فيها فترة، وبلاد من برا نشكر الأخ حجري
تمام شكرا الاخ حجري اللي كان في الفتره هو تقريبا اللي بقى معنا مخاطب وحيد تقريبا في ديك الفتره. اما كنا فوفيا لان عشنا حالات خاصه راه هو يتذكر نقلنا اخر لحظه هذا باش قلنا كانت لجنه من المجلس والعمل اللي كانت كتواصل مع الاخوان اللي ما تبقى من القسم. لكن بيدخلنا لقينا وضعيه كارثيه من الناحيه الماليه. فريق ما عندوش لاعبين تيتسالوا تقريبا ثلاث اشهر كيتسالوا تقريبا ثلاث اشهر عندك الاداريين كذلك الحراس حاملي الامتعه التقنيين المدربين. اذا من نهار الاول وصلنا للتيران كتشوف البؤس مع الاخوان كاملين زعما واحد الحاله اللي واقف عليهم الكرا اللي قال لك انا مشيت للدار ما عنديش المراه ما ندي لها البوطه وما نمشيش شي حوايج اللي غريبين على الرياضه سمعناهم لقيناهم وواقع كان زعما واحد اللحظه. دونك اول اجراء قمنا به هو اننا خصنا ولا بد نجيبوا واحد المبالغ ماليه اللي ندخوها في الفريق باش نقول لك ترد الحياه لهاد الافراد وهاد المجموعه. بالفعل ظرف تقريبا واحد 48 ساعه تمكنا باش نجمعوا واحد المبالغ بصفتي شخصيه وبصفتي زعما اعضاء المكتب وداك الشيء باش نردوا الحياه لهذا الجسم كله اللي تما. يعني ما يمكنش واحد الانسان ما دخلش لدارو واقف عليه مول الكرا وتقول له سير تخدم ولا سير تريني وشي حاجه ما يمكنش. دونك مشينا لهذا الجانب المالي باش نحلوا اشكاليات اجتماعيه اكثر منها رياضيه. الحمد لله تمكنا من تسويه الوضع وتغلب على مجموعه الاشياء. تمكنا في الاخير اننا الان تقريبا اللاعبين في وضعيه باقي كيسالوا غير هذا الشهر اللي حنا فيه اللي اونكور وهذا انجاز بدون حصول على اي منحه ولا اي حاجه بفضل الاجتهاد والتعاون ديال الاخوان ديال اعضاء المكتب. كل شيء ساهم كل شيء حط مبالغ مهمه باش الفرقه ما توقفش لان اول عامل كان خصك تغطي العجز اللي فات. دونك الان الاجواء الماليه ماشي مريحه 100% ولكن تمكننا بفضل الدعم ديال الاخوان اننا نكون في وضعيه معقوله وأحسن من مجموعه الانديه لان ملي كتقول كيتسالي في هذا الشهر اللي باقي كيسال دونك راه وضعيه مريحه. يمكن لي طرونش ديال لي سينياتور وداك الشيء ما نهضروش عليهم باقي كيتسالوا ولكن اللي اساسي يمكن يكون في واحد الحرمه ويكون في واحد الاحترام لنفسه لذاك اللاعب ولا الاداريين ولا المدربين راه حنا قمنا به لحد الان. من الناحيه الاداريه لقينا واحد المشاكل الاداريه شويه كبيره. شنو هي المشاكل الكبيره؟ هي مشكل ديال الاعتماد، مشكل ديال الشركه ومشكل ديال العلاقه مع الجامعه. داكشي كله زعما ما كانش الوضع المريح ديالو. والاخ حجري كان معنا واحد الفتره سابقه عادي وتا هو كان كيتشكى من المشاكل لانه تا هو يورد ما سابق لان داكشي جاي تقريبا عنده تراكمات تقريبا ديال واحد اربع اشهر ولا خمس اشهر ما يمكنلوش يتحل. اذا نركزو تاع العامل الاداري تنصلحو فيه اللي يمكن نصلحو فيه. الان حنا في المرحله الاخيره تنسيق مع الجامعه باش الوضعيه الاداريه ديال النادي ماشي من ناحيه الاعتراف ولا الوصل هذاك ماشي فيه مشكل، من ناحيه الاداريه مع الجامعه سيرتو في الحسابات وداك الشيء باش تكون الوضعيه ديالنا مريحه معهم باش يمكن لهم يتعاملوا معنا. لان الجامعه كره القدم دايره واحد النظام شويه الجانب الاداري والمالي كتركز عليه بشكل كبير. اذا ما قدمتيش واذا ما كانش وضعيه قانونيه راه ما تعاملش وتبقى ديما مهمش وهذا ماشي في صالحنا وما يمكنناش باش ننجزوا هذه المرحله الصعبه. من الناحيه التقنيه نرجعوا للناحيه التقنيه اللي هي المهمه هي العصب ديال هذا النقاش كله لان الفلوس والاداره وكل شيء في الاخر كنديروهم باش نديروا فرقه باش تقدم لي واحد المنتوج في الملعب نهار السبت ولا الحد ولا بالجمعه وقت ما داروا هذا هو النهايه ديالو. دونك هذا هو المشكل الكبير اللي لقينا. لقينا الفريق مؤهلين 20 لاعب فقط. فرقه غتلعب 20 لاعب فيهم جوج القوى اذا بقى 18 لاعب. هاد 18 لاعب اللي كاينه غير متوازنه. علاش غير متوازنه؟ عنده فيها واحد 10 اللاعب وكلهم كيلعبوا ميليو تيرا ما عندوش لاريار لاتيرال غوش ياك سي مواردي داخل الكذب ونسمح لي
ما عندوش لاكس سونترال وما عندوش لاريير غوش لاريير غوش وما عندوش لاكس سونترال وما عندوش لاطاك ما عندوش انا باسوتر دو بوينت دونك الفرقه المدرب تيبقى يدير واحد التخليطه باش يخرج ما يمكن انقاذه هذا الشيء فاش 18 لاعب هي اللي عنده كيلعب بها ف 18 لاعب حنا ميجينا هما يتبعوا خمسه ديال الاحكام خمسه اللاعبين الاساسيين تيلعبوا انهم تقاداو الرواتب ديال الشهور حطوا اوراقهم لدى الجامعه داروا شكايه الجامعه حكمات ليهم بالتسريح ديالهم سبعه لا حيت في الاخر خمسه هما سبعه ولكن الحقيقه على كيف كنذكر خمسه حيت حنا كنا بغيناهم يمشيو لانهم ما عندوش ارتباط بالمدينه صراحه هي هذه ياك وعندهم تاريخ شويه مزيان في الدوزيام ديفيزيون دوك كتولي الشبهات والمشاكل دوك حنا في صالحنا جمع عند الله قرا كنا حنا واخدينه وجاو في دوك الخمسه اللي اذا تصور وليتي عندك 13 لاعب اللي عندك بقينا سنعملوا على دوك الخمسه اللي التسريح ديالهم جاو احتفظنا بجوج جوج بدينا نشدو معاهم العقد لانهم بعد ست اشهر مع المدرب قال لنا اساسيين هادو ما لقيتش يكونوا بلاش عاودناهم عقد من جديد مضطرين ماشي بغينا مضطرين باش يمكنوا باش يمشيو ليناش دونك باش خلينا اذا الحصيله الاولى اللي عند المدرب اللي كنطلبوا منه المعجزات عنده 14 لاعب يمكن لاش قوم له البطوله وحنا فريق في هذه الوضعيه الصعبه ديال الان اليوم لعاب عنده كان كيتريني دار دي شوريه دار دي شوريه 13 لاعب نهار خلي فرا ان شاء الله غيكونوا 13 لاعب اللي داخل واللي جالس برا دونك باش تفهموا بالعاده تنقول هادشي باش تفهموا الوضعيه شنو عندنا الوضع المشاكل الماليه والاداريه والتقنيه اللي مطروحه هاد الوضع حنا من خدنا له عرفناه نوصلوا له اللي تفاجئنا فيه هما الخمسه اللي طاحوا لان حتى بعد الجنعه طاحوا هاد الاحكام دونك هذا مستجد جديد كنا مضطرين نتعاملوا معاه خرجوا بخمسه بسبعه اللاعبين كانوا بغاو يمشيو تمكنا من نحتفظوا بالاحسنهم بعد التفاوض وحافظنا عليهم قلنا مشكل اخر هو ان واش نقدو هاد 14 لاعب يسيروا بطوله اللي هي ديال القسم الثاني اللي هي معروفه صعيبه وحنا في وضعيه صعيبه زعما خصك اللي اذا اللعبه ما بقاش يتقادل باش ما يتضربش هادشي اللي تضرب لك ما عندك باش تعوضو زعما غنوليو كنا مضطرين باش نجلبو لاعبين نركريتيو لعابه جداد بقات لنا تقريبا واحد الاسبوع في ظرف اسبوع عملنا المستحيل حنا والمدرب ومجموعه من الاخوان ديال المكتب تبغي نشكرهم اللي كانوا ليل نهار معنا سيرتو سي عبيله قزدار والاخوان كاملين واللي بقينا تقريبا حتى الليله ديال 31 ال 11 ونص الليل حنا باقي كنسنيو ياك وكنتفاوضوا وكنديروا العقد مع الناس لان عندنا اجل بحال الموت ديالنا زعما الا فات ديك واحد 30 وفاتت زعما واخا دابا نجيبوا الفلوس عطيني 20 مليار دابا من بعد 30 ديال ما جبتش اللعبه باش يلعب 13 ما عمرك تعرف تنقض هذوك الفلوس باش يبقى الاساسي بعدا هو اللاعب الحمد لله تمكنا من نجلب واحد سبعه لاعبين ومهمين وعندهم تجربه وعندنا ندير بهم منهم حمد العشير ياك اللي لاعب متميز خلوق وود الفرقه وعنده تجربه يمكن لنا اضافه اللاعب الثاني اللي درنا له اللي خلينا حتى هو الكتاب ياك الكتاب كأبا صوتر ولد الجمعيه ولاعب وعنده تجربه وعنده زهير العاطي زهير ياك خدينا العاطي زهير خدينا المهدي كسام خدينا الوردي محمد وخدينا عيسى السيودي وخدينا نجم الدين ابراهيم دوك هادو لاعبين تقريبا تيجاوبوا شويه على الاشكاليات اللي مطروحه التقنيه اللي مطروحه للمدرب دوك الحمد لله توفقنا فيهم ودفعنا الملفات ديال اللاعبين اللي اكتشفنا ان لاعبين اللي ولات سلاو اللي هما فالاب وما تاهليش زعما حيت الجامعه عطات كتلقي ب 20 والمدرب السابق
ماشي مراد الاخوان، دار اختيارات ديالو واللي هي اختيارات اللي تبات مع الوقت انها ما ماشي صحيحه، لان اللاعبين المحليين هذو اللي كانوا خصهم الاولويه باش يتاهلوا. بل اكثر من ذلك اللي خصنا نقولوه ان لاعبين ديال الجمعيه السنويه اللي تربوا في المدارس اللي هو تكوين تسلا مشاو لفرق اخرين، ومي قلبنا لقينا بدون درهم. ما يمكنش، ما يمكنش لاعب زعما دابا في كره القدم اطلقوا لفرق اخرى بلا ريال بلا جوج. دونك هذا ما طرح تساؤلات اللي زعما الوقت هو اللي يجاوب عليها. وللان هما فرقوا كاين اللي في بريمير ديفيزيون كاين اللي في الدوزيام ديفيزيون تيلعبوا تيتولير اللي حنا ما عندناش دابا الان في المستوى ديالهم ما عندناش في الفرقه. دونك هذا راه من بعد حنا نتجاوزوا هذه المرحله حتى خصنا نرجعوا ليه، لان حرام فهمتي ولا لا؟ اختيارات كانت فاسده ديجا باش يعزل 10 مليون تيران وما يعزلش مناصب اخرى في نهار الريكروتمون الاول اول السنه. هذا راه زعما شي واحد بحال شي واحد كان ما فاهم شيء ولا اكسبري كان باغي تيتويلا بالفعل. الان هاد الاختيارات اللي درنا ديال الريكروتمون ديال الجوار هو غير مغامره باش نكونوا واضحين. علاش مغامره؟ كان عندنا 31 ضروري خصنا نسجلوه باش ما يهربش علينا الزمن، ولكن حنا سجلناهم هما ما قادوش يلعبوا بهم هاد الاسبوع، ويمكن حتى الاسبوع الماجي ما قادوش يلعبوا بهم. علاش؟ لان الجامعه باش تركريتي لك وتعطيك الاذن باش تسجلهم وتعطيهم لا ليسونس خصك تحل لهم اشكاليه. شوف عندنا جوج اشكاليات، اشكاليه القانونيه مع الجامعه هو خص لو بيلون فينونسي ديال السنه الماضيه اللي كيبدا من الفتره ديال السي عبد الزدارمي كان الرئيس ومن بعد الفتره اللي جات موراه. الان كنشتغلوا مزيانين الفتره ديال السي عبد الزدار حنا مضابطينها، الفتره اللي مبقيه من بعد منا حتى هي خدامين عليها بالوثائق اللي توفرنا عليها بالمعلومات وتواصلوا مع الاخوه اللي فاتوا ياك باش يمدونا ما يفيد بالوثائق حبيا. و حنا ما تنقلبوا زعما ما جايش انا باش نحاكموا شي واحد يقول منا ولا المهم هي فرقه صوفي في 3 شهور زعما ما عندي ما عندنا خلفيات وما عندنا موقف من حتى واحد زعما سابق. دونك غنتواصلوا باش نكملوا. من بعد الجامعه ما تقبل منا هذا الملف اللي اداري ومحاسباتي تقول لك مزيان، عاد تجينا المرحله الثانيه صعيبه هي تمشي نخلصوا لي ميتيج اللي عندنا اللي ورطناهم لقيتهم موجودين فهمتي لقيناهم موجودين. هاد لي ميتيج هادو تواجدوا ديال الفترة السابقة. كنقول لك شحال المبلغ ديالو تقريبا، المبلغ ديالو خصها خلصوا واحد 120 مليون ياك، ما يوازي تقريبا 120 مليون. فيها واحد اللاعب محمد كيتا، مولين النخلي، المهدي السياري، وكذلك هادو احكام نهائية على الجامعة باش نأهل هاد اللعابة اللي خديناهم دابا باش نأهلهم. خصني نمشي نقاد الوضع الإداري اللي حنا خدامين عليه ونمشي نجيب 120 مليون نخلصها تحت الجامعة. عاد هاد اللعابة اللي حنا غامرنا ودخلناهم قبل 31 وحطينا في البلاتفورم ديال الجامعة باش من باش يبقى لنا الحق ديما يدخلوا واخا حتى الدورات المغربية. دونك خصك تمشي تحل هاد الإشكاليات الإدارية والمحاسباتية والفلوس، 120 مليون فلوس تخلصها لهاد الناس. عاد يمكن لك هاد اللعابة يوليو يدخلوا باش يعاونونا وباش ينقدوا معنا الفريق. دونك باش تفهموا الوضع اللي حنا فيه صعيب زعما، وداك الشيء علاش ما كناش بغينا نتواصلوا مع الاخوان ولا نهضروا حتى نشوفوا ما هو اداري قمنا به. هو تاهيل اللاعبين لدى الاداره ديال الجامعه في انتظار تسويه الوضعيه الاداريه والماليه والمحاسباتيه معاه. دونك حيت من بعد واخا نبغي نسوي الا ما كنتش دخلتهم 31 في البلاتفورم ديال الجامعه ونتعاقد مع اللاعبين ما عمري ما بقى ليش حد. دونك غامرنا وهذا التزام منا. شتي دابا نفرض الله يحفظ والجامعه ما تقبلناش تسوي الوضعيه الاداريه المحاسبيه، هذوك اللعابه ديالنا ونخلصوهم واخا ما يلعبوش، لان كان ضروري ما ناخذوا هذا الاجراء. دونك تتفهموا دابا المعادله زعما الصعوبات اللي عندنا والاكراهات اللي عندنا ماليه تقنيه اداريه. المالية تقدر تغلى، تقنية صعيبة، تقنية صعيبة هي خصنا وحنا محتاجين أي نقطة، أي نقطة محتاجين ليها باش يمكننا نقدوا الفريق. إذا الدورات هي بداية تجي، حنا خدامين على قدم وساق باش تسوي الوضعية في التواصل مع الناس الجامعة. تنظم إلى ربي
سهلوا باش هاد الاشياء كيف كنتمناو. خصنا نورمالمون في ظرف واحد الاسبوعين حتى ثلاثه زعما نكونوا احسن من الوضع الحالي. حنا درنا الجو العام هو احسن من الوضع اللي كان قديم. النفسيه اللاعبين والمورال ديالهم احسن من اللي كان. التدريب ولات كدوزو احسن اللي كان. اولا الاخوان جيت سعيد باش تكون كنتمي للاسره ديال الجمعيه السلاويه. واحد الكرونولوجيا صغيره ديال التعاقد ديالي مع الجمعيه السلاويه. كان لي اسم كبير كما قال السيد الرئيس. التاريخ ديال الجمعيه السلاويه تاريخ كبير، لاعبين كبار خلاو بصمات كبيره في المنتخب الوطني، وكذلك عطاو بزاف لاعبين الانديه الكبيره في المغرب. جينا بنيه باش اننا عندي عقد ديال سنتين، هاد السنه باش اننا نحاولوا نقضوا الفريق. وكانت وعود بان من الناحيه ديال الكاليفيكاسيون ديال لي جوار، من ناحيه ديال كذلك المستحقات. للاسف دخلنا في واحد ثلاث اشهر اللي كان صراحه كان الفريق غادي يمشي للهويه. بقى معنا بعض الاخوان اللي كاين الحضور ديالهم سي مصطفى حجري اللي كان بغي نشكرو انه بقى كيدير لانتيغيم وبقى معايا، لان بقيت غير انا وياه والاخوه الاداريين اللي في الفريق. الوضعيه شرحها السيد الرئيس. كتحس في النفس ديالي انا باش من الجمهور غنبدا مني باش ختم السيد الرئيس. الجمهور ديالنا صراحه انا اشتغلت في انديه يوسفيه برشيل بني ملال كذلك الوداد الرياضي. الجمهور ديالنا صراحه مخالط لنا جو د العمل رغم النتائج ما كتشرفش. النتائج ما كتشرفش هاد القوه ديال الجمهور اللي عندنا، لان كنشوفوا التنقلات ديالو معنا خارج الميدان اعداد كبيره والمخاطر اللي كيواجه وكيساندنا. كنبغي نشكرهم كذلك نيابه عند الطاقم التقني واللاعبين. الظروف اللي ما ساعدتناش الحصيله التقنيه، جيت في الدور 10 لعبت 6 المقابلات خلينا 6 ديال النقاط وكنا ناخذوا اكثر، لان جوج الهزائم اللي تعرضت لهم في الدور 14 والدور 15 صراحه كانت امور اللي ما نتكلمش عليها. السيد الرئيس راه لمح عليها، كانت امور اللي غريبه وغريبه بزاف واللي خدشات التنافس الرياضي وكذلك الاسم ديال الجمعيه الرياضيه السلاويه. اضطرينا اننا ندخلوا مع الاخوان في المكتب السابق السي مصطفى حجري كان حاضر ومع اللجنه قبل ما يتم الانتخاب ديالها، ندخلوا باش اننا نحاولوا نطفوا الفريق بهذه الكلمه هذه، لان بعض الامور كانت كتوقع خصوصا الاضراب اللي دام 5 ايام وكان اضراب غير مبرر نهائيا. هاد الامور اللي اثرت على الفرقه بشكل كبير. الان عندنا واحد الوضعيه اللي صعيبه، انا كنحاول باللاعبين اللي متوفرين الان. المقابله ديال يوم الجمعه غيكونوا عندي 13 لاعب فيها جوج الكوال، سكيفي غيكون كول ولعاب في البونتوش. هادي الامور اللي شويه صعيبه. حنا انا ما كنتخباش، انا ما جيتش باش حتى الاجتماعات ديالي مع المكتب مع السيد الرئيس والاخوان ديال المكتب عندنا نقاشات كتكون كما قال السيد الرئيس راه ما خبات حتى شي حاجه، كتكون نقاش اللي هو في صالح الجمعيه الرياضيه السلاويه، نقاشات اللي صحيه باش انا ما يمكنليش نتخبى لا على الجمهور لا على الساكنين ديال مدينه سلا. عندنا اكراهات ما غنتخباوش، كنتقاتلوا داكشي اللي كاين غنحاولوا نخرجوا شي حاجه في انتظار تاهيل اللاعبين. وكنوعدكم ملي غيكون تاهيل ديال اللاعبين غتشوفوا فريق اللي كيشرف مدينه سنا. وان شاء الله نسدوا المهمه ديالنا اللي هي نحافظوا على البقاء، اللي كلمه اللي كنقولها وكنتحسر ليها لان عيب جمعيه السلاويه تكون في هذا المركز هذا. اللي كنبغي نوعد الجمهور اننا ان شاء الله من بعد التسويه ديال الوضعيه ديال اللاعبين الاداريه في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان شاء الله غادي نحاولوا نخليو الفريق في القسم الوطني الثاني. وكنوعدكم الى كتب الله العقد ديالي مستمر السنه الماضيه السنه المقبله، كنوعدكم باننا غنوجدوا فريق اللي كنا غنكونوا كنفتخروا به. كاين الايجابي الكبير هو الاعضاء الان ديال المكتب المسير
كاينه واقعيه واقعيه في التسيير. ما غنخرجوش ويقول لك غنلعب على الطلوع الا ما وفرش الامكانيات ديال الطلوع، لان بزاف المسيرين للاسف في كره القدم المغربيه كيبغيو يورطوا المدرب، كيقول لك غنلعب على الطلوع وما كيوفرش الامكانيات. الحمد لله الحوايج الايجابيه الان هنا التسيير واقعي، كنهضروا بالامكانيات اللي عندنا هي اللي غتحدد الاهداف ديال المستقبليه ديال الفريق. صحيح الجمهور كله باغي يشوف الجمعيه السلويه في القسم الاول نظرا للتاريخ ديالها الكبير، ولكن باش تكون قوي وتحافظ على المكانه ديالك في القسم الاول لازم عمل يدار ظرف واحد سنتين باش تكون من الناحيه الاداريه والماليه قادر تسير في القسم الاول، وحتى من الناحيه ديال التكوين ملي غادي تجي الوقت السيد الرئيس عنده هذا الورش، لانه هو كرئيس ناجح في فريق اللي انا واخا ماشي من مدينه سنا كنا كنبغيو جمعيه سلا باسكيت، هذا النموذج اللي كاين بسلا، لماذا كره القدم حتى هي تمشي في هذا النهج هذا؟ وان شاء الله الامور كتبشر بالخير، لان صراحه كاين الناس الان كلشي ملتف، لان الناس القدام لان الناس الجداد كلشي باغي الخير للفرقه، وان شاء الله ملي كتكون النيه مزيانه وكلشي باغي يخدم ان شاء الله ربي غيوفقنا ونحافظوا على الفريق هذه السنه. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.